164. 164 membacakan surah Al-Ankabut. Membacakan surah Al-Ankabut dimulai dari ayat 31. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وضاق بهم ذرعا
ولا تحزن. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق الله الرحيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor Haki 166. Haki 166.